بالنسبة لفكرة المطعم ومشروعي اللي هو يعني أنا لما خلصت جامعتي بفكر إنه لازم يكون إلي مشروع خاص فيا، بزنس مستقل. فمن هنا إجت فكرة المشروع، وبحثت عن مشروع مميز وفكرة مميزة وبأصناف جديدة مش موجودة في السوق. فإجت معايا فكرة اللي هو المخبوزات اللي بتكون على الحطب، ومن هنا برضو إجى اسم مطعمي على الحطب. بالنسبة لتخصصي اللي هو ديكور وتصميم داخلي، أنا ربطته في فكرة مشروعي إنه أنا صممت مشروعي الخاص في المطعم، كان من تصميمي، بالإضافة لهو شغفي في موضوع البزنس وحب خاص لموضوع ومجال المطاعم. بالنسبة لأنه السيدة صاحبة المشروع أو بنت يعني، فهي هذه أبدا مش حكرا على الرجال، هو بالعكس إنه البنت قادرة إنها تعمل مشروعها الخاص وتكون اللي هي ريادية وصاحبة مشروع. بالنسبة للتحديات اللي واجهتها، أنا أثناء ما كنت بجهز للمشروع كنت بصمم مشروع تخرجي في الجامعة، فكنت بوفق بين جامعتي وبين مشروعي الخاص، وقدرت إنه أنسق بين المشروعين. والتحديات برضو كانت اللي هو في أجهزة أو معدات أنا كنت حابة أدخلها على المطعم اللي هي بتسرع وبتعطي جودة أعلى للمكان، بس إنه بحكم الاحتلال والعقبات ما قدرتش أدخل بعض أنواع المعدات. يعني طموحي اللي هي على صعيد المطعم إنه أنا أكبر المطعم، المطعم يضم أصناف جديدة، طاقم العمل يكبر أكتر وأكتر، ننافس مطاعم بالجودة، ننافس مطاعم كبيرة، وندخل برضو أصناف جديدة على البلد. رسالتي للرياديات الفتيات إنه اسعي ورا حلمك، رح يجي يوم من الأيام وتحققيه. حتى لو يعني خلصت جامعتك وما لقيتي فرصة عمل، بل أنت لازم تصنع فرصة العمل ويوم من الأيام لازم يتحقق الحلم. بالنسبة ل يعني وجهة نظر الناس أو إقبال الناس، إنه هو كأنه فتاة إنه تدير المطعم، مشروع المطعم عادي يعني إنه لقى رواج ولقى إقبال، إنه إشي غريب بس حلو إنه فتاة إنه صاحبة مشروع بتدير المطعم. لكن في حاجة سلبية عندنا في المجتمع، إنه في بعض اللي هو المجالات بيحتكروها على الرجال، وصير إنه يعني مش للبنت بيصيروا يحكوا. يعني المطعم بيضم أصناف كثيرة، منها المعجنات والمناقيش، منها السندوشات الغربية بأفكار جديدة وكلها محضرة على فرن الحطب، وبالإضافة لعنا برضو قسم مشاريب وحلويات وشغلات برضو بجودة عالية وبتنافس السوق.